صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا مستمعينا الكرام دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم. وفي البداية وقبل ما نبدأ البرنامج أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة بتكون معنا اليوم زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع دائما محمد عدنان. وبكون معاكم اليوم خلال هذه الحلقة محدثتكم آمنة العلي. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. في حلقتنا اليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، ومثل ما عودناكم دائما نتناول آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم فقرتنا مهمة للي يحتاجون الكافيين دائما في حياتهم، ففقرة التغذية اليوم بتكون عن الكافيين والصحة، وفقرة أخرى بنتكلم فيها عن الحملات التوعوية والتثقيفية لحماية الصحة العامة في الصيف. كونوا معنا على مدار هذه الساعة. نبدأ برنامجنا اليوم بخبر يقول: التبغ يؤدي بحياة 8 ملايين شخص سنويا. كشفت منظمة الصحة العالمية أن استخدام التبغ اللي هو التدخين يؤدي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا، فيما تدمر زراعته أيضا 305 مليون هكتار من الأراضي الزراعية كل عام. وجاءت تحذيرات الصحة العالمية بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الموافق 31 مايو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالآثار الصحية والبيئية السيئة للتبغ. وقالت المنظمة في بيان: حملتنا خلال العام الجاري التي تحمل شعار التبغ تهديد لبيئتنا تركز على تأثير دورة التبغ بأكملها على البيئة، بدءا من زراعته وإنتاجه وتوزيعه وصولا إلى النفايات السامة التي يولدها، وإلى جانب الأضرار التي تلحق بالإنسان تتسبب دورة حياة التبغ أيضا في إلحاق ضرر جسيم بالبيئة، حيث تساهم زراعة التبغ بإزالة الغابات في 200 ألف هكتار كل عام، إلى جانب تدهور التربة بحسب المصدر نفسه. وأوضحت المنظمة أن ما مجموع 405 تريليون من أعقاب السجائر التي لم يتم التخلص منها بشكل صحيح تولد 169 مليار رطل من النفايات السامة، وتطلق آلاف المواد الكيميائية في الهواء والماء والتربة. يعني أعزائي المستمعين، خبرنا اليوم يقول للمدخنين أنكم مو بس تضرون أعماركم وتضرون عائلتكم وتضرون صحتكم، أنتم بعد تضرون البيئة بالتدخين. فنحن دائما رسالتنا لكم اتبعوا أنماط صحية، وللأشخاص اللي يتعاطون التبغ راجعوا أنفسكم مرة ثانية، يمكن تفكرون أنكم تبتعدون عن التدخين عشان تفيدون أنفسكم والآخرين. وأعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم بعد الأخبار كل يوم نتناول فقرة السوشيال ميديا اللي تحدثنا فيها أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي حول مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. نقول صباح الخير أسمى. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسمى، خبرينا شو هي آخر المستجدات عندك؟ قبل ما خبرتكم أنا كنت أسمع الخبر وأسمع الملاحظة اللي قلتيها من شوي بخصوص الحين دائما قلتي نحن والمدخنين يضرون غيرهم. أحب أعطي معلومة أن نحن دائما نسمع عن التدخين السلبي، لكن في شيء اسمه مثلا اللي يقول مثلا first hand second hand third hand، قلت يعني الحين حتى في بعض الدراسات اللي موجودة وفي أشياء موجودة يعني في الأخبار، وهذا إن مو بس الشخص التدخين السلبي اللي مثلا يعتبر مثلا مدخن ثاني مثلا بنترجمها، في يعني يقولون حتى الأشخاص يعني إذا استخدموا الأدوات
أو يلسوا في أماكن كانوا مدخنين موجودين فيها، جزء من الضرر يكون صح مو بنفس المدخن السلبي اللي يكون مع الشخص المدخن في نفس الغرفة، لكن حتى إذا الأشخاص قاعدة أو استخدموا أدواتهم أو الأماكن هم كانوا قاعدين فيها لهم نسبة أيضا يعني يتأثرون بشكل ما أعرف كم نسبة، بس يعني هاي من الأشياء اللي يعني حاليا قاعدين يدرسون ويشوفونها، وفي عليها مثل كم من يعني بحث في وشفناها أنا يعني قريتها أونلاين حبيت أشاركها بعد معاكم في نعم في مثل ما نقول أسمى دائما يعني الشخص إذا ما بيضر نفسه يمكن يضر عائلته أيضا. يعني أنا عارف العديد من الأشخاص وقفوا تدخين بعد ما بدت أمراض الربو عند أطفالهم، فيعني ليش أعرض نفسي لمثل هاي المواقف؟ ليش أعرض عائلتي اللي ما لهم ذنب لأني إنسان مدخن للتعرض للإصابة بالربو لا سمح الله؟ فدايما نقول إن ننصحهم، نحن علينا النصيحة وعليهم هم إذا يأخذون النصيحة هاي أو لا. فنرجع أسمى إلى المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي، خبرينا. الحين كنا حاطين آخر شيء كنا حاطينه هو التواريخ، يعني دائما نحن في كل سنة يسألوننا المتابعين بخصوص إن متى منتدى أو مؤتمر دبي الدولي للتغذية متى بيكون، وهذه من الأسئلة دائما توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي، وعشان كذا نحن كنا حاطين البارحة التاريخ أو التواريخ اللي راح يكون فيها مؤتمر دبي الدولي للتغذية، واللي هو بيكون تاريخ 17-18 و19 من شهر نوفمبر 2022. بيكون في مركز دبي التجاري العالمي قاعة المجتوم. فهاي التفاصيل ليحين ما في رابط للتسجيل، فحسبتي نحن ما حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي لأنه بعد يعني لشهر نوفمبر، لكن أغلب الأشخاص يبون يرتبون عمارهم، في الكثير من الأشخاص اللي يجون أيضا لهذا المؤتمر من خارج الدولة، فلهذا السبب كنا حاطين التواريخ، وكان الرسالة احفظ التاريخ، وهاي هي التواريخ لأي شخص مهتم في مجال التغذية والتغذية العلاجية وأيضا التغذية الرياضية وغيرها. المؤتمر فيه وايد مواضيع كثيرة متخصصة في التغذية في مجالات متعددة أو تخصصات متعددة. أيضا ضمن الأشياء اللي كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي أو المعلومة اللي نحن نحب نأكد عليها اللي هي خدمات الأسنان موجودة في مركزي لسيلي وأم زكي. من ضمن الأشياء أو التعليم اللي كنا حاطينه في قنوات التواصل الاجتماعي إن إعادة تقديم خدمات الأسنان مركز اللسيلي، لأن هي الخدمة هاي كانت موقفة خلال الفترة الماضية ضمن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للوقاية من عدوى كوفيد، وأيضا كثير من أطباء الأسنان كانوا يعملون ضمن خط الدفاع الأول في كوفيد 19. وأيضا إحنا نحب يعني نوجه رسالة شكر للجميع لكل من كان له دور كبير في مرحلة التعافي. أيضا يعني كان الإعلان يقول إن خدمات الأسنان موجودة في مركز أم زكي الصحي، وهو آخر مركز أو أيدد مركز للرعاية الصحية. حاليا هو مثل ما نقول افتتاح التجريبي سوفت لونش في المركز، والحين الخدمات يعني راح يشوفون الخدمات تتغير يوم بعد يوم أو تنضاف لها خدمات مستمرة. وهذا اللي الحين كنا حاطينه إن حاليا خدمة الأسنان متوفرة في مركز أم زكي، ويقدرون يحجزون موعد من خلال مركز الاتصال، يتصلون على 8342 ويحجزون الموعد لطبيب الأسنان في المركز. بعد من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها نحب نأكد عليها كيف الأشخاص ممكن إنهم يتأكدون من ترخيص المنشآت أو الأشخاص أو الأطباء الموجودين. يمكن يقدرون من خلال الدخول إلى موقع حياة صاحب دبي، يقدرون يكتبون في محرك البحث داخل الصفحة سجل دبي الطبي أو مثل دبي ميديكال ريجستري، ويكتبون اسم المستشفى وراح يطلع لهم إن هذا المستشفى مسجل أو عنده ترخيص من هيئة الصحة ولا أغلب المستشفيات المراكز، لكن إذا هم حابين يطمنون يقدرون يدخلون. وأيضا في معلومة جميلة عن سجل دبي الطبي إن الأشخاص يبون يعرفون الخدمة هاي وين متوفرة، مثلا يبون يعرفون كل الخدمات اللي تقدمتك أو كل المراكز اللي تقدم مثلا خدمة البي سي آر، يقدرون يكتبون في البحث الخاص في سجل دبي الطبي بي سي آر مثلا سنتر، وطلع لهم كل المراكز اللي موجودة والمرخصة في إمارة دبي. فالسجل دبي الطبي فيه كثير من الاستخدامات ممكن الجمهور يقدر يستفيدون منه
مو بس انهم يتاكدون ان المكان مرخص ولا لا، ممكن يكتبون اسم الخدمه اللي يبونها او التخصص الطبي اللي يبونه ويطلع لهم هو وين متوفر في الاماره بشكل عام. نعم. تقريبا هالمعلومه اللي حبيت اضيفها ايضا لسجل زي الطبي، وتقريبا هذا الشيء كان قناه التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الصحه والسعاده. شكرا لك اسم الجناحي على هذه المعلومات اللي قدمتيها. مستمعينا الكرام، نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. اليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن الكافيين والصحة، ونقول في هذه الفقرة أن هناك دراسات وبحوث تمدح الكافيين وأخرى تحذر منه، وهناك نوع ثالث من البحوث يطالب الناس بالاعتدال في تناول المشروبات والمأكولات اللي تحتوي على الكافيين للاستفادة منه من دون أضرار. حول هذا الموضوع وأهميته بنتكلم مع الأستاذة رناد إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية ورئيس قسم التغذية السريرية، أو الأستاذة عفوا رناد إبراهيم، أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة رناد. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكم. يا هلا ومرحبا أستاذة رناد. حابين اليوم نعرف منك نبذة عن الكافيين وأهميته، ونقدر نقول أهم المصادر. أكيد، هلا مثل ما ذكرتي طبعا في عنا دراسات متعددة عن الكافيين، وفي منها اللي بيمدح وفي منها اللي بيذم. فاحنا رح نحكي عن الكافيين بشكل عام. هو الكافيين هو ماده بلوريه عديمه اللون وقلويه بعض الشيء قريبه من البورين، وهي تعتبر ماده منبهه ومنشطه، وهي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي في الجسم. وايضا الكافيين يعمل على زياده معدل نبضات القلب وضغط الدم ومستوى الطاقه، وايضا يعتبر من الاشياء اللي بتحسن من المزاج. مصادر الكافيين، أكثر شيء طبعا متواجد الكافيين في القهوة كمصدر أساسي، بكل أنواع القهوة، في الشاي الأحمر، الشاي الأخضر، الشاي الأبيض، في المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، في الكاكاو، في الشوكولات، وأيضا يدخل الكافيين في تركيب بعض الأدوية مثل مثبطات الشهية، مسكنات الألم، الأدوية الباردة، وبعض المضادات الحيوية. نعم، بشكل عام نبت عن الكافيين ومصادره. بالضبط، إذا بنتقول هل الكافيين أستاذة رناد فوائد صحية؟ أكيد طبعا الكافيين له كثير فوائد صحية، فأنا رح أحاول أختصرها في بعض النقاط المهمة. طبعا أهم فائدة للكافيين هي بحسن من الانتباه واليقظة، وفي كثير من الدراسات اللي عملت على بعض الأشخاص وشو آثارها، فهو أثبتت أكثر الدراسات أن لها آثار تعتمد على اليقظة والانتباه، خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا أول مرة بيستخدموا مادة الكافيين، أو اللي مش متعودين مثلا على شرب المشروبات اللي فيها الكافيين، فهو بيكون عندهم اليقظة والتركيز والانتباه بصورة أكبر من اللي جسمهم متعود على مستويات الكافيين اللي بياخدوها بشكل يومي. نعم. هاي بشكل عام هاي أهم نقطة. وأيضا الكافيين بيساعد في القدرة على التحمل أثناء التمارين الرياضية. بعض الرياضيين اللي بيعملوا مثل الكارديو مثل الرفض أو القفز بيساعد على قدرة التحمل الجسم وإخراج الطاقة منه. وأيضا الكافيين للناس الكثير طبعا اللي بيهمها موضوع الوزن وزيادة الوزن أو تقليل من الوزن، بنلاحظ كثير بعض المنتجات تبعت نزول الوزن تحتوي على الكافيين، لأنه هو بيساعد على حرق الدهون، وبيستخدم في تحسين الطاقة، وأيضا بيرفع من معدل الحرق، معدل الأيض في الجسم، وبيمنع من زيادة الوزن. وأيضا بعض الدراسات اللي عملتها على بعض الأشخاص أثبتت أنه ممكن الكافيين بيساعد أنه يمنع من زيادة الوزن، وأيضا بيساعد مع الرياضة وطبعا البرنامج الغذائي الصحي أنه يقلل من الوزن الزائد. ومثل ما حكيت سابقا أن الكافيين بيحسن من المزاج، بس زي ما حكينا أنه نأخذ بكميات معتدلة، لأن زيادة الكافيين ممكن تؤدي إلى القلق والتوتر اللي هو رح يعطينا نتيجة سلبية. نعم. بعض الأمراض طبعا أكيد الكافيين
بالنسبة للأمراض بيحمي من مرض الباركنسون اللي هو بيعمل على تنكيس الخلايا العصبية، فهو بيضبط من مستقبلات نسميها أدينوسين، بيحسن الحركة والوظائف الحركية في مرضى باركنسون، بيعزز أيضا من الذاكرة خصوصي للناس اللي بتشرب الكافيين في الصباح الباكر، بيساعد على التذكر أو تحسين بعض المهام اللي هي بتكون بسيطة ولكن ليست المعقدة. وأيضا من الأمراض مثل الزهايمر والخرف بقلل من الإصابة فيها، بيعمل على حماية الكبد. وطبعا الكافيين له كتير دور في تقليل خطر السرطان، سواء سرطان القولون أو سرطان الجلد وفي سرطانات أخرى. وأيضا لقلل الكافيين بخطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني، ممكن يحمي. وأيضا بيساعد على حماية صحة القلب والأوعية الدموية. ونقطة كمان مهمة هي الكافيين كمان بتساعد على علاج الصداع النصفي. بس كيف بتساعد على علاج الصداع النصفي؟ الأشخاص اللي بيعانوا من الصداع النصفي بيكون عندهم ألم شديد، فعشان يتخلصوا من هذا الألم لو أخذوا كوب مثلا من القهوة القوية بتساعد على التغلب على الألم هذا، فبتعمل التأثيرات العصبية للكافيين على زيادة فعالية امتصاص الهضم من مسكنات الألم هم بيكونوا أخذونها، فهو مفيد في حالة الصداع النصفي أو علاج الصداع. فنقدر نقول الكافيين مش فقط اللي احنا متعودين عليه، ان الكافيين فقط يزيد التركيز والانتباه ويمكن يعني الشخص اللي نعسان يصحصح، ولكن الكافيين ايضا فوائد صحية. بس اذا بنذكر استاذة رناد، هل هناك جرعات محددة يتناولها الشخص من الكافيين يوميا تجنبا للأضرار؟ نعم، الجرعة اللي متفقين عليها جمعية الغذاء والدواء هي الجرعة المحددة من 300 إلى 400 ميلي جرام في اليوم، أي بما تعادل من 3 إلى أكواب قهوة يوميا. هاي تعتبر جرعة يعني سليمة وما بيحدث معها أي أضرار، هاي الجرعة المسموحة للأشخاص أنهم يتناولوها بشكل يومي يعني دائما نحكي فيها. بالنسبة للجرعات إذا الزائدة، إذا تعدت الجرعة فوق 600 أو 1000 ميلي جرام اللي هي ممكن تؤدي إلى أضرار ثانية. نعم، مثل ما نعرف أيضا يعني أستاذة رناد، هناك يعني العديد من الأشخاص حوالينا ونعرفهم يعني يتعودون على الكافيين وما يقدرون يستغنون عنه، ولكن هل لهذا يعني مثل ما نقول التعود أو يعني أو مثلا التعلق بالكافيين نقول اللي ما يقدرون يستغنون عنه، هل لها أضرار صحية؟ هلا مثل ما حكيت الكافيين هو بيحفز هذا الجهاز العصبي المركزي، وبعد من الاستهلاك المتكرر له بصير زي تحكي تعلق جسماني فيه، يعني الجسم بتعلق في الكافيين. فاللي بيصير انه اذا توقف هذا الشخص عن تناول الكافيين ليوم واحد راح تظهر عليه اعراض مختلفه، من ضمنها مثلا العصبيه، من ضمنها الشعور بالتعب، التعرق، عدم انتظام في نبضات القلب، وهي كلياتها. بس هي طبعا كلياتها زي ما حكيت هي ممكن تظهر ليوم واحد، ممكن اذا قللنا الجرعات اللي ماخوذه مثلا بشكل مبالغ فيه ممكن الجسم يرجع لوضعه الطبيعي. بس هي الكافيين بشكل عام هي ماده لا تسبب الادمان مثل باقي العقاقير طبعا، فهي يعني تعتبر مخففه، يعني بتعلق فيها الجسم بس ممكن الواحد يستغني عنها بس عن طريق انه يقلل الجرعات يعني باعتدال مش مره واحده، لانه اذا قطعت الكافيين مره واحده اكيد راح يصيبك بعض هاي الاعراض اللي ذكرتها، التوتر او القلق او العصبيه او الصداع، ممكن الاسهال، ممكن الم في المعده، الشعور بالتعب، تسارع في النفس، هاي كلها ممكن تؤدي اذا قطعت الكافيين مره واحده من الجسم. نعم، احنا نقول ايضا استاذة رناد، كيف ممكن اذا هالشخص تعود على الكافيين مثل ما ذكرتي ممكن انه يقطع بشكل تدريجي، ولكن هل هناك يعني حلول اخرى عشان الاشخاص يعني يتفادون الاعتياد على الكافيين بشكل يومي؟ هلا ممكن بيشرب بعض المشروبات اللي هي بتكون خالية من الكافيين، بس حتى في بعض الدراسات يعني أثبتت أنه حتى المشروبات المكتوب عليها خالية من الكافيين ما في مشروب خالي من الكافيين تماما، إلا ما يكون فيه نسبة ولو قليلة جدا طبعا أكيد مقارنة بالمشروبات اللي فيها كافيين. بس ممكن الواحد مع الوقت مثلا يستبدلها بأعشاب مثل اليانسون، الزهورات مثلا، المرمية، البابونج، يعني بعض الأعشاب اللي هي ممكن يعني الواحد بدل ما ياخذ مثلا كافيين او قهوه او مثلا شاي ياخذ بدالها الاعشاب اللي هي ممكن مع الوقت تتعود عليها ويكون طبعا لها فوائد ثانيه.
نعم بالتأكيد. فنقدر نقول أستاذ رناد بعد ما تحدثنا عن الكافيين أهميته ومصادره وفوائده وأضراره، هل هناك نصيحة حابة تقدمينها للمستمعين؟ أكيد. هلا مثل ما بحكي دائما أنه أي شيء رح يزيد عن الحد الطبيعي رح ينقلب عكسيا على الجسم، فدائما لازم الوسطية في كل الأمور، ومن ضمنها تناول الكافيين. يعني احنا ما بنحكي ما تشربوا قهوة، بالأول بالأخير احنا بنحتاج لأي شيء يعطينا طاقة وينشط من التركيز والانتباه، بس بالكميات المحددة 3-4 فنجان بشكل يومي، وما نتجاوز هاي الكمية عشان ما تنعكس علينا بصورة ثانية ممكن تضرنا لا سمح الله، والله يحمينا ويحمي الجميع. شكرا لك أستاذة رناد إبراهيم، أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، على معلوماتك اللي قدمتيها لنا. العفو، شكرا لكم. مستمعين الكرام، مثل ما ذكرت أخصائية التغذية اليوم للأشخاص اللي يسمعوني الحين الصبح ومخذين أول كوب قهوة، أقولكم خلوا هالكوب بس خلال اليوم، حاولوا أنكم تتفادون الكثير من الكافيين عشان إذا اضطريتوا أنكم تقطعونه ما تتعبون، خاصة الأشخاص اللي يصومون وللأشخاص اللي حابين أيضا أنهم يعني يدرجون في هذا الموضوع، تدرجوا في موضوع قطع يعني الكافيين، لا تقطعونه مرة واحدة عشان ما تحصل لكم الأعراض اللي ذكرتها أخصائية التغذية. وطبعا مثل ما ذكرت لكم مواضيع التغذية دائما تشدني وتعجبني، وموضوعهم لليوم أيضا كان جميل وعجبني في موضوع مصادر الكافيين. فما أدري إذا مخرجنا كم كوب قهوة تشرب في اليوم؟ ما شاء الله مخرجنا محمد يقول يشرب 4 أكواب قهوة. عيال هالكلام كله كان حقك، كله حق محمد عدنان مخرج برنامج صحة وسعادة، يشرب 4 يعني بس واحد الصبح يكفي. لا يقول لا مو بعايب لنا. فإحنا نقولكم أعزائي المستمعين نصيحة لكم ولمخرجنا محمد عدنان، اكتفوا بالقليل عشان ما تضرون أعماركم، وعشان إذا اضطريتوا أنكم تقطعون الكافيين ما تتعبون. بنواصل معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة أعزائي المستمعين، وبنتكلم عن حملات الصيف الخاصة بهيئة الصحة بدبي بعد هذا الفاصل، خلوكم معنا. صحة وسعادة، يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مع دخولنا في فصل الصيف، تواصل هيئة الصحة بدبي من خلال إدارة حماية الصحة العامة سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية، واللي تركز بشكل محدد على تعزيز صحة الأفراد وإكسابهم طرق الوقاية والحماية الممكنة من خلال المشكلات الصحية المتوقعة في فصل الصيف. وحول هذه الحملة الصيفية اللي بتنفذها هيئة الصحة بدبي وأهدافها وما تحمله في أجندتها، تحدثنا الأستاذة أمينة مال الله غانم، مثقف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير جميعا، أرحب المستمعين الكرام ونقول صباح صيفي ممتع للجميع إن شاء الله. يا هلا فيك أستاذة أمينة. مثل ما نعرف أن إدارة حماية الصحة العامة دائما في فصل الصيف عندكم حملات يعني توعوية تقدم لأفراد المجتمع، فنحن حابين نعرف منك اليوم بداية مع دخولنا في شهر جون يعني في شهر يونيو، نقول فكرة عامة عن فعاليات هيئة الصحة بدبي ضمن حملة الصيف. بالضبط مثل ما تفضلتي أختي آمنة، أن هيئة الصحة في دبي متمثلة بإدارة حماية الصحة العامة تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن خطة تثقيفية متكاملة، وتحت شعار صيف صحي وممتع بدأ قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالتخطيط في وقت مبكر مثل ما يقولون لحملة توعوية صحية شاملة تركز على موسم الصيف والمشكلات الصحية اللي لها علاقة بالتغيرات الجوية وأهمية اتباع الإرشادات والإجراءات الصحية للوقاية من المشاكل الصحية المحتملة. ومن المؤكد أن الخطة سبقتها عقد الاجتماعات مع الجهات المعنية وتحديد الفئات المستهدفة لتوجيه الرسائل التوعوية لها مباشرة.
نعم، دائما احنا نعرف استاذة أمينة ان انتم مثل ما نقول الجندي المجهول حول خلف رسائلنا اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، خلف المعلومات اللي تقدم للمجتمع. قسم التعزيز والتثقيف الصحي له دور كبير في هيئة الصحة بدبي في نشر المعلومات الصحية الدقيقة ومنقدر نقول الموثوقة، يعني نحن نثق بالمعلومات يوم تينا من قسم التعزيز والتثقيف الصحي. فنحن اليوم أيضا في الصيف ومع حملات الصيف أكيد هناك مشاكل صحية متوقعة مع دخول فصل الصيف، أهمية تنظيم هذه الحملات التوعوية لتفادي هذه المشكلات. صحيح، احنا نعرف أن يتميز فصل الصيف في دولة الإمارات بارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة، بالإضافة إلى أن خلال فترة الصيف تبدأ فترة الإجازات مثل ما كلنا نعرف، وتتغير طبعا معها بعض أنماط الحياة، تتغير العادات الغذائية، تتغير أوقات النوم، هذا بالإضافة طبعا إلى السفر والأنشطة الترفيهية وغيرها من الأنشطة والفعاليات اللي كلها قد تسبب ظهور بعض المشاكل الصحية اللي يجب الانتباه لها. وهني يجي دور التثقيف الصحي. كلنا نعرف اليوم أن العلم والتكنولوجيا والخدمات الصحية لا يمكن أنهم يساهمون في تحسين المستويات الصحية إلا إذا أصبح الناس أنفسهم شركاء كاملين مع القائمين على توفير الرعاية الصحية في الحفاظ على الصحة وتعزيزها. بالتأكيد القاعدة العامة هي أن الصحة منظومة شاملة، وهي لا تعني فقط الخلو من الأمراض، ولكنها تشمل أيضا حالة الاكتمال البدني والنفسي والاجتماعي والروحي. وهني هي أهمية التثقيف الصحي كأحد روافد الصحة بهذا المفهوم الشامل، لأن الوصول إلى هذا المفهوم المتكامل للصحة لا يقع أيضا على عاتق الجهات الصحية وحدها، ولكن يشمل مسؤولية الأفراد أيضا أنفسهم. وهني مثل ما نأكد دائما أن التثقيف الصحي يساعد الأفراد على تحمل مسؤوليتهم لتحقيق الصحة بمعناها الواسع من خلال تنظيم هاي الحملات اللي بنتطرق لها بشكل أكثر بعد شوي. نعم أستاذة أمينة، مثل ما ذكرتي أنتم عليكم وعلينا نحن كجهات صحية التثقيف الصحي، التوجه للمجتمع، توجيه رسائل نقدر نقول هادفة للمجتمع، رسائل توعوية للمجتمع. ولكن نحن بدون عنصر الأفراد، بدون الفرد نفسه، إذا ما تحرك واتجه نحو يعني حياة أفضل وصحة أفضل له، بتكون هذه الرسائل توجه في الفراغ. ولكن إذا وجهت هذه الرسائل إلى المتلقي، إلى الفرد نفسه، واشتغل على نفسه وبدأ يسعى أنه يتبع هذه النصائح والإرشادات اللي تقدم من خلالكم، من خلال الحملات اللي تقومون بها، من خلالنا نحن أيضا كجهات إعلامية، وبذلك تكون هذه الحملات لها مثل ما نقول مردود وصدى ولها أيضا فائدة على المجتمع. إذا بنقول الحين شو هي أهدافكم في حملتكم الصيفية لهذا العام؟ نعم، تهدف حملة الصيف إلى تنظيم برنامج تثقيفي على محورين، خلنا نقول موجه للأطفال وأولياء الأمور بطريقة مبتكرة وممتعة، والهدف منها توجيه طبعا الانتباه إلى أهم المشاكل الصحية اللي قد يتعرض لها الفرد والأسرة خلال فترة الصيف. تهدف الحملة أيضا إلى رفع الوعي الصحي بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، وأخيرا تعزيز السلوكيات الصحية اللي تساعد على منع حدوث المشاكل الصحية والتقليل من مضاعفاتها والوقاية منها. مثل ما تطرقنا أن المشاكل الصحية اللي ذكرناها أو المشاكل اللي قد يتعرض لها خلال فترة الصيف نتيجة تغير العادات والسلوكيات كلها نركز عليها خلال هاي الحملة. نعم أستاذة أمينة، لو في سؤال يدور في بالي، أن هل حملاتكم التوعوية هذه بتكون مقتصرة مثلا على الأونلاين، ولا مقتصرة على زيارات خارجية؟ كيف بتنفذون هذه الحملات، ولا بتكون مجرد هي رسائل تقدم للمجتمع؟ الحملات التثقيفية أو خطة بحملة الصيف تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات، ونستخدم فيها عدد من الوسائل التوعوية. طبعا الحملة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر من الفئة المستهدفة، لذلك يتم تنظيمها على عدة محاور وفعاليات مثل ما قلت. فواحدة من الأشياء أو المشاركات اللي نسويها تنظيم الأنشطة التثقيفية والترفيهية بالتعامل مع عالم مدهش.
جميل. طبعا كلنا نعرف ان عالم معدش يعتبر اكبر وجهه ترفيهيه مكيفه في المنطقه، فتم التنسيق مع المنظمين وحرصنا على اعداد خطه تثقيفيه تتناسب مع الفئه العمريه للاطفال، تثري المعلومات الصحيه عندهم وتهدف الى تعزيز السلوك الصحي لدى الاطفال من خلال تقديم باقه متنوعه من العروض التوعويه والترفيهيه في نفس الوقت، بحيث تستقطب الاطفال وتزودهم بالمعرفه بطريقه مسليه من خلال العروض الترفيهيه والمسابقات التعليميه. نعم. يعني احنا ما ننسى اولياء الامور وزوار المكان اللي يتم توجيه الرساله التوعويه ايضا لهم من خلال شاشات العرض وافلام الفيديو القصيره، من خلال حوارات المعرفه خلينا نقول اللي بنقدمها او بيقدمونها المختصين، بالاضافه الى الفحوصات الطبيه المتنوعه. طبعا هني انا اركز او اقول ان مشاركه الهيئه طبعا في عالم مدهش مستمره سنويا، وهي جزء من البرامج التثقيفيه المختلفه اللي ينظمها قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالتنسيق والتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع من اجل تحقيق مشاركه المجتمع في عمليه التثقيف الصحي ونشر الوعي الصحي بين جميع فئات المجتمع. نعم. هذا بالنسبه للاطفال وعالم مدهش. نعم. طبعا حمله الصيف امنه ما تقتصر طبعا على هذه، احنا الحمله اوريدي بديناها مع بدايه شهر يونيو في العديد من المؤسسات المختلفة. الحملة تشمل الأنشطة اللي تتنوع بين المحاضرات التثقيفية أو سواء الحضورية أو الافتراضية في مواضيع محددة ذات علاقة بالصيف والمشاكل الصحية المتعلقة بالصيف، ونعزز من خلالها أنماط الحياة الصحية ونأكد على السلوكيات الصحية السليمة مثل التغذية الصحية والامتناع عن التدخين والنشاط البدني وكيفية ممارسة الرياضة خلال فترة الصيف بطريقة صحية حتى نحصل على أفضل النتائج بدون ما نتسبب لأي أضرار صحية ناتجة عن الممارسات الخاطئة. نعم. هذه كلها يتم من خلال الندوات والاستشارات الطبية والفحوصات المجانية والمسابقات التثقيفية والعديد غيرها من الأنشطة اللي بدأت مع بداية شهر يونيو وبتستمر حتى نهاية أغسطس إن شاء الله. طبعا خيامنا بعد من الأشياء اللي تطرقنا لها أو تضمنتها الخطة إعداد دليل متكامل بالمشاكل الصحية في الصيف، يتضمن كل المواضيع ذات العلاقة سواء الصحة العامة في الصيف أو الصحة النفسية، ضربات الشمس والإنهاك الحراري، حتى ترطيب الجسم والعناية بالبشرة، طبعا النوم والنشاط البدني اللي من أكثر تساؤلات الناس، والتغذية أو من أكثر الأشياء اللي تتأثر نتيجة اختلاف فترات النوم وفترة الإجازات والارتباطات كلها اللي تختلف في فترة الصيف وممكن تؤثر بطريقة سلبية. نعم. جميل نقول نعم. استغلال أوقات الفراغ للأطفال في الصيف، لا ننسى طبعا المواضيع المتعلقة بالحج أيضا تضمنتها الخطة كون أنه موسم الحج خلال فترة الصيف، وأخيرا كل ما يتعلق بموسم السفر وغيرها من المواضيع اللي لها علاقة بالصيف. نعم. نقدر نقول بأن الصحة العامة وقسم التعزيز والتثقيف الصحي ضمن أجندته وأنشطته وموضوعات مواضيع نقدر نقول متنوعة وأنشطة متنوعة، سواء بداية من الأطفال اللي هم العنصر الأساسي والتركيز الأساسي لأنهم هم بنات هذا المجتمع، وكذلك على التركيز على جميع الفئات الأخرى. يعني رأيت يعني شفت في هذه الحملات التوعوية تنوع كبير أستاذة أمين، وكذلك تغطيتكم لأغلب المواضيع الصحية. ما شاء الله ذكرتي السفر، ذكرتي الحج، وذكرتي الصيف بكل يعني والنوم والأكل بالضبط، يعني هي عملية شاملة ومتكاملة توجه لأفراد المجتمع بطريقة مثل ما ذكرتيها، أيضا ليس فقط يعني التوجه مثل ما نقول أونلاين أو التوجه، ولكن أيضا هناك توجه حضوري مثل ما ذكرتي في مدهش وفي دوائر ومراكز الحكومية وغيرها من الأماكن اللي تقومون بزيارتها خلال حملة الصيف. نحن طبعا دائما نقدر جهود هيئة الصحة بدبي وكذلك ممثلة في إدارة حماية الصحة العامة وقسم التثقيف والتعزيز الصحي، لأنكم يعني بهذه الأدلة اللي تعدونها دائما لنا يكون لنا هناك يعني مثل ما نقول مصدر يعني موثوق أو دليل نتبعه خلال فصل الصيف. صحيح. أو خلال مثل أي شيء يمر علينا خلال السنة دائما نتريى أدلة إدارة حماية الصحة العامة. فأنتم مشكورين صراحة. مواضيع خيامنا أيضا
نفس المواضيع ما ننسى بما أننا بنوصل لأكبر شريحة من الناس كلها يتم تخطيطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بالتنسيق طبعا مع الإدارات المعنية أن ننزل فيها مثل ما يقولون بوستات أو تغريدات أو غيرها في خلال لنغطي أكبر فئة من المجتمع من مختلف الثقافات من مختلف الأعمار ومن مختلف الفئات المختلفة في المجتمع بشكل عام. بالتأكيد. أستاذة أمينة، هل هناك يعني معلومة أخيرة حابة أنك توضحينها حول حملات الصيف في هيئة الصحة بدبي؟ طبعا احنا نتمنى مشاركة الجميع وتفاعلهم معنا في هاي الحملات أكيد، وأتمنى من الجميع إن شاء الله أن مع بداية الصيف صحي وممتع لهم، وإن ما ننسى أن تغير أسلوب الحياة في الصيف سواء ساعات النوم، طبيعة الأكل، العادات الغذائية اللي تتغير، والغذاء اللي طبعا السهر وغذاء آخر الليل، يعني كثير من السلوكيات غير الصحية اللي ممكن تأثر سلبا، غير عن الخروج إلى أماكن الترفيهية والبحر والتعرض لضربات الشمس. كل هاي الأشياء نتمنى أن الإنسان قبل لا يبتدي فترة الصيف يثقف نفسه فيها، يعرف شو ممكن المخاطر اللي يتعرض لها، وبالتالي يتجنبها للاستمتاع بوقت الصيف ووقت الإجازات بدون أي مخاطر بدون أي مضاعفات. نعم، من الصحة والسلامة للجميع. أكيد. طبعا أستاذة أمينة، هناك يعني سؤال من أحد المستمعين على رسائل نصية يقول أليس من مهامكم قياس نسبة الأمراض سواء بالزيادة أو النقصان؟ بمعنى آخر، كيف نعرف أن التثقيف الصحي وزيادة الوعي قد نجح؟ يمكن يقصد هل كيف ممكن تعرفون أنكم وصلتوا هذه الرسالة ونسبة نجاح هذه الحملات؟ صحيح، أكيد طبعا لنا معايير معينة نحن نمشي عليها، وما في أي برامج تثقيفية أو سواء أي خطط استراتيجية إلا أن يقاس فعاليتها في نهاية البرنامج التثقيفي اللي نسويها، وفي أقسام معينة فيها الهيئة بالنسبة للأبحاث والدراسات أيضا هي تقوم بدورها وإدارات معينة في الهيئة، فنحن نعمل مثل ما نقول عندنا المؤشرات الأداء. مؤشرات الأداء هذه معتمدة لكل الأنشطة والفعاليات وخطط العمل اللي نقيس في نهاية كل خطة عمل مدى نجاحها، أو شو السلبيات، شو الصعوبات، كل هالأشياء تكون تحت الملاحظة. نعم، يعني هناك أيضا نقدر نقول لا يوجد فقط حملات توعوية، ولكن هناك حملات مدروسة وأيضا مدروسة يعني نتائجها، ومدروس يعني الفئات المقدمة لها وكيف ممكن يكون العائد صحيح. أستاذة أمينة، بالضبط بالتأكيد. شكرا لك أستاذة أمينة مال الله غانم، مثقف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات القيمة، وأكيد لك يعني مشاركة أخرى في البرنامج خلال شهر 6 نتكلم فيها أكثر عن المواضيع بشكل تفصيلي اللي تناولتوها، وكذلك يعني مثل ما نقول حملات الصيف بشكل محدد، بنتكلم عن مواضيع كثيرة خلال شهر 6. شكرا لمشاركتك الطيبة ومعلوماتك اللي قدمتيها في البرنامج. شكرا آمنة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. مستمعين الكرام، أنا سعيدة برسائلكم النصية القصيرة اللي توصلنا على برنامج صحة وسعادة على الرقم 4006، وهناك طبعا كان تساؤل لأبو عبد الله، أتمنى نكون أجبنا عن تساؤلك. وكذلك هناك رسالة من أخونا أحمد الفلاسي يقول صباحكم خير يا مفتاح الصحة والعطاء ومفتاح السعادة، ونشر ثقافة العطاء لتعم السعادة في مجتمعاتنا. أخوي أحمد الفلاسي صانع الأمل العربي، حلو إن الواحد يعطي لنفسه لقب جميل، صانع الأمل العربي، حبيت صراحة هذا اللقب. وأتمنى لك أيضا أخوي أحمد الفلاسي أن تكون حياتك مليئة بالصحة والعطاء. في موضوع مثل ما نقول العطاء، أقدر أقول أنه جميل أنك تعطي للمجتمع، تقدم لو البسيط. يعني أنا يسعدني دائما أني أكون معاكم في برنامج صحة وسعادة، أسعد إذا قدمت لكم معلومة استفدتوا فيها خلال اليوم، أكون أديت يعني
مو واجبي ولكن أديت شيء تجاه هذا المجتمع. لو شخص اليوم سمعنا وامتنع عن التدخين بكون ممتنة أني أنا أثرت فيه، لو شخص اليوم سمعنا واتبع نمط حياة صحي وقلل من الكافيين بعد بكون ممتنة أني وصلت رسالة قسم التغذية اليوم فيما يخص الكافيين. ولو في أشخاص اليوم كانوا يسمعون حملات الصيف معنا في البرنامج في موضوعنا الرئيسي وحبوا أنهم أيضا يتجهون لمدهش ويثقفون نفسهم ويثقفون عيالهم، نكون نحن وهيئة الصحة بدبي وكذلك الفعاليات الصيفية في دبي أدينا مهمتنا، متعناكم وأفدناكم في نفس الوقت. فنحن مثل ما نقول دائما منظومة متكاملة، سواء نحن أو السياحة أو هيئة الطرق والمواصلات أو البلدية أو وين ما كنا نتكلم، نحن كلنا نعمل في النهاية مع بعض لإنجاح يعني أو لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه. فدائما التعاون بيننا وبين أي جهة يسعدنا وأيضا يعني يرجع بالفائدة للمجتمع. مستمعين الكرام، دائما أوجهكم لحسابات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_Dubai الموجودة على إنستغرام وتويتر، وكذلك نحن موجودين على الفيسبوك من خلال دبي هيلث أثوريتي. تقدرون أنكم تتجهون وتشوفون كل المعلومات اللي تهمكم. خلوا عينكم على حسابات هيئة الصحة في دبي، الأدلة اللي ننزل لكم إياها، وكذلك حملات الصيفية أو المؤتمرات اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي كلها موجودة على حسابنا. وأكثر حساب يمكن يكون فيه أيضا تفاعل حساب تيك توك، لا تنسون الفيديوهات اللي ننزلها لكم من قسم الإعلام، أتمنى يكون فيه تفاعل منكم. صراحة شايفين تفاعل جميل، خاصة الفيديو اللي خاص بيوم الطوارئ كان هناك تفاعل جميل على هذا الفيديو. وفي حملة الصيف أيضا نحن عندنا يعني مثل ما نقول معلومات نقدمها من قسم التثقيف والتعزيز الصحي، تخليكم يعني دائما أبديت بالأشياء اللي تخص فصل الصيف وكيف ممكن أنكم تتعاملون مع أجسامكم خلال الصيف. ومستمعين الكرام، اليوم معلومتنا تقول قبل ما نختم برنامج صحة وسعادة، كم ساعة من النوم يحتاجها أجسامنا يوميا؟ أكيد كلنا نعرف أن تختلف حاجتنا للنوم من شخص لآخر ومن عمر شخص معين لعمر شخص آخر. وأكيد الأم مو بنفس اللي يعني اللي مثلا الشخص اللي ما عنده عيال عادي تنام أقل، ولكن نحن نقولكم الشيء الصحي اللي المفروض أنكم تتبعون. المولود الجديد يقولكم لازم يكون ساعات النوم من 14 إلى 17 ساعة، أما الرضيع اللي يبدأ يعني يتحرك يكون يحتاج 12 إلى 15 ساعة، أما الطفل الصغير يحتاج 11 ل 14 ساعة، وما قبل المدرسة يحتاجون من 10 ل 13 ساعة نوم، وفي سن الدراسة يحتاجون من 9 ل 11 ساعة، وفي سن المراهقة يحتاج الأشخاص من 8 ل 10 ساعات من النوم، أما البالغون فيحتاجون من 7 ل 9 ساعات، وكذلك المسنون يحتاجون لهذا الوقت من النوم اللي هو من 7 ل 8 ساعات في النوم. فإحنا دائما أعزائي المستمعين ننصحكم أنكم تأخذون قسط كافي من النوم يوميا. أكيد هالموضوع ما يجي الحين، ما يركب مع الصبح والنشاط والحيوية، ولكن نحن ننصحكم أن تتبعون يعني دائما حتى مواضيعنا في برنامج صحة وسعادة بنتناول خلال هذا الشهر موضوع أهمية النوم وجودة النوم. يعني مو بس أن نحن ننام، أهمية أن نحن ننام في مكان هادئ، في مكان بعيد عن نقدر نقول التقنيات الحديثة اللي تشتتنا خلال المساء، الفيديوهات اللي نصبح عليها ونمسي عليها. كيف ممكن نخلي النوم يعني يكون عندنا ذات جودة عالية، وبالتالي نرتاح ونش الصبح نشيطين نقوم بمهامنا على أكمل وجه. نبتعد الحين عن موضوع النوم، إذا في حد يسمعني الحين بيرقد خلاص. فإحنا نقولكم تبعوا مثل ما نقول يعني المعلومات الصحية الصحيحة عشانكم وعشان صحتكم، ويعني وخلوا عندكم يعني أنماط حياة سريعة صحية حيوية عشان تكونون دائما في صحة، أتمنى يا رب، وفي سعادة. وقبل ما أختم برنامج صحة وسعادة ما أنسى أني أذكركم بأهمية التبرع بالدم، لأن تبرعكم بالدم ممكن أن ينقذ حياة العديد من الأشخاص. أعزائي المستمعين،
اتجهوا لمركز دبي للتبرع بالدم، وحاولوا انكم تتبرعون بالدم وتشاركونا ايضا رسائلكم حول شعوركم يوم قدمتوا او تبرعتوا بالدم، شو كان شعوركم، لان في شهر يونيو عندنا يوم المتبرعين بالدم، فاحنا بنحاول ان نغطي كل رسائلكم في هذا اليوم حول يعني شعوركم عند التبرع بالدم. فالحين وصلنا اعزائي المستمعين لختام برنامج صحة وسعادة، اشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أني أكون قدمت لكم ولو القليل المفيد في برنامج صحة وسعادة، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وللأستاذ يوسف سعد، وكذلك أوجه الشكر الجزيل لإذاعة نور دبي ولهذه الساعة اللي قدمونا إياها على الهواء لهيئة الصحة بدبي، نقدم لكم فيها معلوماتنا الصحية المهمة وأهم الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. أشكر زميلتي ميرا الخفلي في التنسيق والمتابعة، وكذلك مخرجنا محمد عدنان اللي يرافقني خلال هذه الرحلة وخلال هذه الساعة من برنامج صحة وسعادة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج. كنت معاكم اليوم خلال تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة